وفي مراكش دائما افتتحت اليوم رسميا أشغال الجمع العام السنوي 31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي كلمة بالمناسبة أبرز رئيس الحكومة أهمية عقد هذا اللقاء في المغرب، مشيرا إلى الدور الريادي الذي يقوم به البنك في إرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز أوصار التعاون والتكامل بين دول العالم. كما أكد أن اللقاء يأتي في ظرفية عالمية خاصة في ظل أزمات متتالية كجائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، ودعا أخنوش في هذا الإطار إلى توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل تقديم رد مناسب على تداعيات هذه الأزمات وبلورة حلول كفيلة بإخراج العالم من هذه الأزمات.